السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال مزيانة. وصفتنا لليوم تشيز كيك بالأناناس وبكريمة جد ممتازة ورائعة. بحال دائما نخليكم مع الطريقة والمكونات، فرجة ممتعة. أول حاجة غادي نبدأ بها هي قاعدة. عندي هنا 300 غرام ديال البسكوي، غادي نحتاج لها 50 غرام ديال الزبده مذابه. اول حاجه غادي نطحن هذا البسكوي. هنا خديت واحد المول، القطر ديالو حوالي 22 سنتيم 21. غادي نفرغ، لبسته بالومنيوم ودرت له هاد ورق الزبده. بالنسبه لثاني خطوه، غادي نحتاج 100 غرام ديال الشوكولاط ابيض، غادي نحتاج الاناناس المعلب، غادي نحتاج واحد الياغورت اللي يكون عاقد بحال الجبن، غادي نحتاج 4 المكعبات ديال الجبن. عندي 300 مليلتر ديال الكريمه ديال الخفق، وعندي 3 د الوريقات ديال الجيلاتين. غادي ناخذ الاناناس ونقطعو على هذا الشكل هذا باش نديرو في المول، في الجناب ديال المول. هاد الطريفات غادي نديرهم في مع الكريمه. الطريف هذا خصو يكون هكايا بجنب المول حيت عبرت عليه باش انا كنقيس به عاد كنقطع. غادي نذوبوا هاد الشوكولاط ابيض في حمام مريم وندوبو معاه الجيلاتين حتى هو. قبل ما ندوب الجيلاتين خاصني ضروري نرطبهم في الماء بارد. Óyeme, yo no creo que ya pueda más con esta soledad. No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. No, baby, estoy desesperado. No sé vivir sin ti a mi lado. Estoy buscando. Contigo no te escondas más. Oh, déjame enseñarte los sentidos que yo tengo y significan más. Oh,
دابا غادي نفتحوا هذاك الاناناس اللي قطعنا على هذا الشكل هكا، نحاولوا نلصقوه مع الجناب. Estás nadando sin guardar la ropa. Es una forma de encender la hoguera. No hay nadie en casa, nadie espera. Y todo lo que alguien dijo antes no es importante. غادي نديرها في المجمد حتى تجمد مزيان وعاد نتلاقاو مع التزيين. من بعد ما دات واحد 3 ساعات بيد ما شدت راسها في الفريكو حيدت لها المول، الاطار ديالها حيدتو ليها. دابا غادي ندوزو للتزيين. غادي نجيب واحد الاناناسه ونحاول ندير بحال وريضه، نقطعها هكا من الوسط نحاول نلويها. ندير لها بحال ما هكا. Óyeme, yo no creo que ya pueda más con esta soledad. No. Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme.